ايوا الدراري السلام عليكم. فاش كتبغي تشري واحد الكلب، اول حاجه كديرها وهي انك تدخل للانترنت، كتدخل جوجل اولا كتدخل لي ريزو سوسيو، باش تبدا تقلب على ديك لاغاس اللي بغيتي تشري، كتبدا تشوف شنو المواصفات ديالها كيفاش دايره، يعني كتبدا تقلب على ديك لاغاس باش كتحاول تفهم ديك لاغاس اللي بغيتي انت تشري او اللي شهوتك فيها. فملي كتاخذ ديك لاكسيون باش انك تشري واحد الكلب، كتلقى بزاف ديال العروض من ناحيه ديال لاش، كتلقى كلب عنده شهرين، كتلقى واحد اخر عنده 5 شهور، واحد اخر عنده 6 شهور، واحد اخر عنده عام ولا عام ونص. فانت هنايا الا ما كانتش عندك واحد الفيزيون بالضبط على اش من اج بغيتي تربي الكليب، واش كلب صغير ولا كلب كبير ولا كلب متوسط فلاج، فهنا انت كتحير وكطيح في واحد المشكل. ما تخافش، انا درت هذا الفيديو هذا باش نهضر لك شويه على لاج المناسب باش تجيب الكليب المينيموم والماكسيموم، وعلى لاج اللي غادي يناسبك انت وعلى حسب البيزوان اللي عندك انت. هذاك الشيء علاش كنصحك تخليك مع الفيديو حتى الاخر. ما تنساش لايك فولو، اللي بغى شي حاجه يخليها لنا في الكومونتير، وما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش تكبر لا فامي ميتر كانو باش تشجعونا اننا نزيدو نكملو. خليكم مع الانترو. كاينه واحد الفئه الناس اللي كتبغي تربي واحد الكليب ما بين شهرين 3 شهور حتى 4 شهور. علاش؟ لان كتبغي داك الكلب يكبر معاها ولا يكبر قدامها، كتبغي داك الكلب يكبر مع وليداتها اولا يدوز معها واحد ليكسبيريونس زوينه مع داك الكلب، سيرتو في ديك الايام الاولى من حياته، يعني شهرين 3 شهور تيكون يلاه بدا كيكتشف العالم، كتبغي دوز معاه واحد ليكسبيريونس زوينه، كتشوف داك لاش تيكون زوين، تيكون كيوت، ملي كيكون كيلعب معاك تيبان لك زويون، كتبغي داك الكلب يكبر معاك، كتبغي تفهم داك الكلب ديالك، كتبغي دوز واحد ليكسبيريونس زوينه في الدريساج، كتبغي دوز واحد ليكسبيريونس انك غادي تربي الكلب ملي يكون صغير حتى يكبر ويولي ادولت، كتبغي دوز بزاف ديال اللحظات مع داك الكلب ديالك. ملي تيكون صغير من نهار تيبدا يكتشف العالم وتيبدا يكتشفك انت ملاح، كتبغي تبني معاه واحد العلاقه، كتبغي تخليه يولفك، بغيت تولفو بزاف، يعني كاين بزاف ديال الاسباب اخرين. هذا اللي خاصك تعرف ملي كتجيب واحد الكليب صغير، انت كدوز معاه بزاف ديال الوقت، سورتو ملي كتجيبو صغير، يعني من الاول تاع حياته حتى الاخر تاع حياته كدوز معاه بزاف ديال الوقت، كتبني واحد العلاقه زوينه مع الكليب ديالك، كتولفو، تولي انت بالنسبه ليه هو كلشي، يعني كتفهم الكليب ديالك مزيان كيفاش داير، الكاركتير ديالو كيفاش داير، شنو كيبغي شنو ما كيبغيش، شنو الحاجات اللي كيفضل، شنو الماكله اللي كتعجبو شنو الماكله اللي ما كتعجبوش. كتولي تفهم الكليب ديالك كيفاش داير، كتولي تفهم شنو كيشجعو شنو كيحفزو، اولا كتبغي اللي تفهم اناش كيخاف، وكاين بزاف ديال الحوايج اخرين وبزاف ديال الايجابيات اخرين. ولكن اللي خاصك تعرف وهو انك ملي غادي تجيب واحد الكليب صغير عنده شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور، فاول حاجه خاصك ديرها في بالك، اول حاجه خاصك تعول عليها هي المبيح ملي تخليه بوحدو، لحقاش حاجه نورمال. نتايا غادي تفرقوا على الام ديالو، غتفرقوا على المحيط ديالو، على البلاصه فين كان، غتجيبوا له واحد البلاصه جديده عليه، عنده واحد مولاه جديد عليه ما كيعرفوش بزاف ديال الحاجات اخرين، فسي نورمال الكلب ملي غادي يبقى بوحدو غيحس براسو بوحدو، غادي يبدا ينبح. خاصك ترد البال الكليب ديالك بزاف، ولحقاش ملي تيكون صغير ما كتكون عنده لا مناعه لا والو، سي نورمال، لحقاش غيكون يلاه بدا كيدير لي فاكسان ديالو، يلاه بدا كيكتسب مناعه، دونك يقدر يجيه اي مرض ولا شي حاجه، سورتو بارفو. خاصك ترد ليه البال الوقت ديال لي فاكسان ولا الفيرمين فاش خاصو يكون في الوقت ديالهم، ما خاصكش تعطل عليه، خاصك ترد ليه البال يمشي ياكل لك شي حاجه من الارض، خاصك تايديوكيه، خاصك تدريسيه، خاصك تعلمو لي بون مانيير، خاصك توريه شنو الحاجه اللي ليه شنو الحاجه اللي عليه، خاصك توريه شنو هما الحوايج اللي مسموح ليه يديرهم والحوايج اللي ممنوع عليه يديرهم، خاصك توريه بزاف ديال الحوايج، خاصك تدريسيه، خاصك تعلمو لي زوردر دو باز، يعني خاصك تايديوكيه، خاص الكليب يولي يعرف الحدود ديالو، خاصك ترد البال البلاصه فين غادي تديه، ما خاصش يكون فيها الكلاب بزاف ولا يمشي يلتقط لك شي مرض ولا شي حاجه، يعني كاين بزاف ديال الحاجات اخرين. فالا كنتي انت ولا انت باغي تربي واحد الكليب صغير وعندك قابليه انك تقبل وعجبوك دوك الايجابيات اللي قلت، انا كنصحك تشري واحد الكلب ما بين شهرين حتى 4 شهور، يعني المينيموم شهرين. على شهرين لحقاش الكلب من نهار كيتزاد حتى ل 30 يوم تيكون هنا باقي تيعتمد على الحليب ديال الام ديالو، يعني باقي تيرضع من الام ديالو، ما كياكل ما حتى شي حاجه، بل كيكون مازال ما حلش حتى عينيه كيحلم على 10 ايام اولا 15 يوم. فهنايا الكلب كيكون محتاج الام ديالو في التغذيه، كيكون محتاج الام ديالو باش تنظفو باش تنقيه باش تعتني به باش ترد ليه البال وشحال من حاجه. من 30 يوم حتى 60 يوم هنا فين الكلب كيبدا يتمشى شويه، كيبدا يكتشف المحيط ديالو، كيبدا ياكل، كيبدا يكتشف شنو هي الماكله وشنو هو الماء، والام ديالو كتبدا تعلمو دي مانيير، بحال دابا مثلا ما يديرش لي بيزوان ديالو في البلاصه فين كينعس. فضروري خاصك تخلي الكلب ديالك تيكمل شهرين مع الام ديالو، عاد ديك الساعه تقدر تجيبو. شهرين 3 شهور 4 شهور هذا اج مزيان الا كنتي باغي تربي كلب صغير. الفئه الثانيه اللي غنهضروا عليها هما دوك الناس اللي كيبغيو كلب ما بين 6 شهور حتى العام، مجموعه ديال الاسباب، بحال دابا مثلا باش كيكون باين شي شويه، كيكون شاد صحيحته، كيكون قاف شي شويه، كيكون الكاركتير ديالو باين شي شويه، يكون داير لي فاكسان ديالو، يكون داير الفيرميفوج ديالو، يكون في صحيحه مزيانه، يكون شاد بعض الاساسيات، يكون شاد لي بون مانيير، يكون شاد دوك لي زوردر دو باس في الدريساج، يكون قبيح شي شويه، كيعرف شويه دلاطاك، كيعرف يكاردي، كيعرف يحضي مولاه ولا يحضي راسو، يعني بزاف ديال الاسباب اخرين. فانت اللي خاصك تعرف هو انك ملي كتجيب واحد الكليب عنده 6 شهور او اللي عنده عام تقدر انك تهنى من بعض الحويجات بحال دابا مثلا لي زوردر دو باز، بحال دابا مثلا لي بون مانيير، مثلا الكليب تيكون شاد شويه راسو كما قلت لك، تيكون عارف شحال من حاجه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اخرى، ولكن اللي خاصك تعرف هو انك ملي كتشري واحد الكلب ما بين 6 شهور وما بين عام، فاللي خاصك تعرف انت كتهنى من بعض الحويجات. دابا مثلا كتهنى من لي بون مانيير يقدر يكون معلمهم، كتهنى من الدريساج يقدر يكون معلم لي زوردر دو باز ومعلم داكشي ديال لا باز، انت كديفلوبيه من بعد. تقدر تهنى من لاطاك يكون معلم شويه ديال لاطاك ومعلم كما قلت لك لا باز ديال لاطاك، وتزيد انت ديفلوبيها من بعد. يقدر يكون شاد شويه راسو، يقدر يكون قاف شي شويه، الكاركتير ديالو باين، الصحيحه ديالو باينه، الفورمه ديالو باينه، دونك انت كتعرف الكلب كيفاش داير. ولكن اللي خاصك تعرف هنا هو ان العمر ديال 6 شهور حتى العام هذا الكلب كيكون باقي عرضه للبارفو، باقي ما عندوش ديك المناعه القويه ديال البارفو. يعني يقدر يجيه البارفو ويقتلو الله يستر داكشي اللي ما بغيناش ليك. يقدر الكلب يكون ما شاد لا دريساج لا والو، تلقى معاه مشاكل، يقدر يكون الكلب قبيح بزاف او اللي يكون خواف بزاف، يقدر يهرب ليك. كاين بزاف ديال الحاجات خاصك ترد لهم بالو قبل ما تشري واحد الكلب عنده 6 شهور او عام. اول حاجه اللي خاصك تسول عليها وهي لي فاكسان ديالو خاصهم يكونوا اجور، والفيرميفوج ديالو خاصها تكون اجور. الا كنتي انت ولا انت اللي كتفرج دابا باغي تشري واحد الكلب لواحد سبب من دوك الاسباب اللي قلت ايجابيات وعندك قابليه انك تقبل هذوك السلبيات ديال هذاك العمر، انا كنصحك تشوف واحد الكليب ما بين 6 شهور حتى 12 شهر، بشرط انه يكون داير لي فاكسان ديالو كاملين ويكون داير لي فيرميفوج ديالو كاملين والصحيحه ديالو تكون مزيانه. اما حتى الدريساج راه تقدر تشوف شي دريسور ولا شي حاجه وتايدوكيه من بعد راسك. الفئه الثالثه اللي غنهضروا عليها ديال الناس وهي دوك الناس اللي كيبغيو واحد الكلب من عام وشهرين تقريبا ولا عام حتى لديك عام ونص ولا فما فوق، بغيو الغرض ديال الحراسه او الغرض ديال لاكارد يحط لهم شي بلاصه، او لا الناس اللي كيخدموا مثلا سيكوريتي، تحيه للسيكوريتي حتى هما كنحترموهم بزاف صراحه، الخدمه ديالهم صعيبه شويه، تحيه ليهم. سيكوريتي كيبغي كلب اللي يخدم معاه سورتو في الليل، كاين الناس اللي كيبغي كلب كبير على ود انه واجد ويكون عنده مناعه ضد كما قلت لكم البارفو ضد الامراض الاخرين، لان الكلب يكون قاف شي شويه، اولا كيبغيوه مثلا يكون شاد دريساج ما يعذبهمش، يكون شاد لي بون مانيير، يكون شاد الرابيل. كاين الناس اللي كيبغيو واحد الكلب واجد، كاين ناس اللي كيبغيو واحد الكلب يكون بيان دريسي، يكون بيان ايدوكي، عارف لي بون مانيير، عارف الحدود ديالو، عارف شنو اللي مسموح ليه شنو اللي ممنوع ليه، عارف شنو اللي خاصو يدير شنو ما خاصوش يدير. كاين الناس اللي كيبغيو واحد الكلب اللي يكون ديسيبليني، ما يحمقوش، ما يجروش، ما يتبعلوش الناس، ما يمشيلوش عند الطوموبيلات، ما يمشيلوش عند الكلاب، عيط له يرجع يلعب معاه بلا بال يجيبها له. كاين واحد الناس اللي كيبغيو واحد الكلب، كاين واحد الناس اللي كيخافوا من المرض دونك تيبغيو يشريو واحد الكلب كبير باش انه زعما تكون عنده واحد المناعه ضد البارفو ولا ضد الامراض الاخرين بحكم انه غادي يكون داير لي فاكسان ديالو كاملين ولا فيرميفوج ديالو كاملين. كاين واحد الناس اللي كيبغيو واحد الكلب اللي كامل اللي واجد اللي ما غاديش هو يحتاج عادي يدريسيه من بعد وعادي يدوكيه ويحمق راسو معاه، تكون عنده واحد لاباس دوني في عقله، يعني يكون شاد واحد الحاجه في عقله. انت ملي كتجيب واحد الكلب في هذا العمر هذا كتهنى بزاف د الحاجات كما قلت، كتهنى من الدريساج الا كان مبيان دريسي ولا كان دريساج كومبلي، كتهنى من لاطاك الا كانت في لاطاك مزيانه، كتهنى من ديك الصداع ديال ليدوكاسيون، كتهنى من النبيح الا كان دريسي مزيان ومولف، كتهنى من النبيح في الليل، كتهنى من لاكارد ديال ديك البلاصه اللي بغيتي تكاردي، الا كنتي سيكوريتي كتهنى بالليل واحد شي شويه، الا كان بعدا داير لي فاكسان ديالو، انت كتهنى من البارفو وكتهنى من الامراض الاخرين. علاش؟ لحقاش كتكون ديجا عنده واحد المناعه بالنسبه باش انه يمرض بهم كتكون قليله بزاف. كاين بزاف ديال الايجابيات، وكتهنى حتى من الماكله، كتولي تعطيه ديك الساعه مره واحده في النهار ماشي بحال واحد لوشيو صغير اللي غيخصك تعطيه 3 د المرات في النهار. ولكن اللي خاصك تعرف هو انك ملي غادي تجيب هذاك الكلب كبير من عام للفوق، حتى داك الكلب الكبير يقدر يكون عدواني مع الناس، يقدر يكون قبيح بزاف، او يقدر يكون كيخاف بزاف، او يقدر يكون عنده مشاكل، يقدر يكون ما دايرش لي فاكسان ديالو والفيرميفوج ديالو في الوقت، يكون عنده شي مشكل مثلا في الصحه ما يبانلكش ديك الساعه، ولا ما يكونش سوسيابل غادي يحمقك، يكون عدواني مع الدراري الصغار. ولكن الا كنتي غادي تجيب واحد الكلب كبير فانت خاصك تعرف هذا الشيء وخاصك تعرف هذه السلبيات. الكلب يقدر يكون عدواني، يقدر ما يتفاهمش معاك، يقدر ما يولفكش، يقدر يكون عدواني مع الدراري الصغار اللي عندك شي وليدات ولا شي حاجه، يقدر يكون عدواني مع الكلاب الاخرين اللي عندك شي كلاب اخرين، يقدر يكون عدواني مع المشاش الا كان نسيت عليك تربي المشاش، يقدر يكون ماشي سوسيابل، يقدر يكون ما مدرساش مزيان، يقدر يكون ما دايرش لي فاكسان ديالو كاملين، يقدر يكون عنده شي مشكل في الصحه ديالو لداخل وما باينش، يقدر يكون ما ايدوكيش مزيان، ما عارفش لي بون مانيير، يقدر يكون فيه مشاكل، يقدر يكون عنده مشاكل ديال السوسياليزاسيون او لا مشاكل في الكومبورتمون، او لا يقدر يكون قبيح بزاف اكثر من القياس، ولا يكون ظريف بزاف عاوتاني اكثر من القياس. بزاف ديال المشاكل اللي خاصك ترد لهم البال قبل ما تشري واحد الكلب كبير. فضروري خاصك تشيكي هاد الامور هادو. اول حاجه لي فاكسان ديالو خاص يكون دايرهم في الوقت، ثاني حاجه الفيرميفوج ديالو خاصها تكون حتى هي في الوقت، ثالث حاجه خاص تكون الصحيحه ديالو مزيانه، خاص كيف ياك تشوف الدريساج ديالو، يعني خاص يكون دريساج كومبلي، تحاول تشوفو يكون ديسيبليني ما يكونوش فيه بزاف ديال المشاكل، حتى الا كانوا شي مشاكل يخفف ولا شي حاجه تقدر تشوف شي دريساج يخدم معاك بليسيون. اما الا كنتي باغي غير تشريه كاباسيون، شفتي واحد الكلب وعجبك ديك الساعه ماشي مشكل، واخا ما يكونش مدريسر تقدر من بعد كما قلت لك تشوف دريسر. الا وصلتي حتى لهنا غادي نقول لك برافو عليك، دابا وليتي عارف شنو خاصك دير وعارف العمر اللي غادي يناسبك على حساب الاحتياجات ديالك وعلى حساب انت شنو كتبغي وشنو كتفضل. وكما كنقول لكم ديما، انت ولا انت اللي كتفرج فيا ما تنساش تبقى ديما بوزيتيف في حياتك. always be positive. تهلاو.